السلام عليكم. امراه كنت مع ريباراسيون تاع السيو جامي درنا عليها فيديو بالك اللي بدينا نديرو الفيديو ولا شونجمون تاع جيكو. جيكو خاوتنا هذا كيفاش تعرف لي جيكو عيال وجيكو مليح. هذا منصوب، هذا هو جيكو في الفيديو. بون بابياس ما كاش وحاله شويه مغلوقه، جبنا له هذا جيكو تاع لاكاس. هذاك براتيك يبان مليح، نشوفو هنا تروك دا لاكس كدا يبان مليح. بون في المونتاج يزيد يبان ان شاء الله. ما كانش لابياس لا غالب تحكمت باش جبنا واحد تاع لاكاس. نبداو لك كيفاش ريباراسيون تاع جيكو، شونجمون تاع جيكو. دايما نطيحوا في المشكل هذا خاوتنا، كل ما نقولوا لواحد جيكو تاعك عيان، هذه ما تنجحلكش، هذه كذا هذه كذا، ومن بعد يخدمها جهه اخرى يعاود يولي لك. يقول لك يا خو والله صح خدمتها وبقاتني معوجه والحل كيفاش، وهذا لونسومبل هذا كامل تاع البراش سسبونسيون ولا جيكو كيفاش يتعوج وعلاش يتعوج وحده يدك دا. شوف حنا ما هذاك الباب تاع علاش يتعوج وكيفاش يتعوج، كل واحد كيفاش، كاين اللي يقيسها، كاين اللي يتعوج، كاين اللي تكون مايله يكمل يمشي بها هكذاك مع لا شارج فروه وشو وسخه، بصح حاجه يصير هذا يتعوج. كيفاش حنا في قلوب اللي معوج؟ خاطر كيما نقولوا كيكون راكب هذا، راكب هذا الطومبور كذا كيما الجهه المليحه، روده راكبه نورمال وتحط الموبيل في القاعه، تشوف الروده مايله انكليني حتى قريب تحس هنا الروده مايله هكا. دايما حنا واش نديرو؟ نطلعو ونفيريفيو فيريفيو الجو تاعنا، فيها الجو ما فيهاش، علاه مايله علاش كذا. خاطنا شوف دايما كي نطلعو الجيكو في الجهه هادي، كي نطلعو الجيكو ونلقاو بلي الروده معوجه وكونترولي وما نلقاوش الجو، وكي نطلعوها وما كاش بوا عليها حب يقول جيكو معوج. علاه ما كاش بوا تاع الطونوبيل، كي تحبطها ما كاش بوا تاع الطونوبيل اللي باش يعوج الروده. تسمى كي تليبير الروده في البيت تطلع وتبقى الروده معوجه، جينيرالمون 99% الجيكو هذاك معوج. ولو كتكون معوجه بزاف حتى تقيس كيما هذه خاوتنا هنا على سبيل المثال، هذا راه ديتا الحين. شوف شوف هنا الروده شحال تقيس، هذه الروده كي نحطوها في الارض معوجه اكثر من الجهه اللي ملاها، وانما الجيكو هذا ماشي معوج. علاه كي نطلعوها كيبيرا الروده تعاود توقف، هذا الجيكو ينجم. والجيكو اللي طلعوا وكيما نقولوا في السماء ما فيهش بوا باش يعوج الروده، تبقى الدروجه معوجه، هذاك ما يتخدمش، الجيكو معوج. حد يقول لك روح شري جيكو هكذا. هكذا خاوتنا على ربي ان شاء الله نبدلوا الجيكو هذاك ونشوفوها كيفاش خاوتنا.